أقراص البطاطس بالجبن، 2 حبة كبيرة بطاطس، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة جوز الطيب، نصف كوب جبن شيدر مبروش، 1 ملعقة كبيرة زبدة لينة، 1 حبة كبيرة بيض، 1 ملعقة كبيرة أوراق البصل الأخضر مفروم. للحشو 2 ملعقة كبيرة جبن كريمي، ربع كوب جبن شيدر مبروش، للقلي 2 ملعقة كبيرة زبدة. نبتدي أعزائي وصفتنا بسلق البطاطس. بسلق البطاطس بالطريقة التقليدية اللي إحنا متعودين عليها عادي. البطاطس عندي مسلوق. حبتدي وصفتي بهرس البطاطس. البطاطس هلأ أصبحت عندي جاهزة. حضيف شوية جبن شيدر وحضيف بيضة، البصل الأخضر ورشة بسيطة من الملح، تنسوش إنه الجبن فيه ملح، وحضيف الزبدة إذا بتحبوا، رشة كركم، رشة كزبرة ناعمة حسب رغبتكم. هبتدي أقلب كل هالمكونات مع بعضها. ببتدي أضيف طحين حسب الحاجة لغاية ما تتجانس هالمكونات مع بعضها وتبقى شوي متماسكة، يعني هيك تبتدي كأنه عندي عجينة. أعتقد هلأ صارت معقولة بالقوام اللي أنا بدي إياه. هلأ بقطعها على حسب ما أنا بدي، هل قطع كبيرة صغيرة، ممكن مثلاً عندي هذا الحجم، بحاول هلأ أعطيها شيب هيك تبقى بهالطريقة هاي. أعزائي المشاهدين هلأ بدنا نطبخ أو نشوي قطع البطاطس اللي عملناها. هحتاج زبدة، هسخن الزبدة وحبتدي أخذ قطعة من قرص البطاطس وحطها في الزبدة بالطريقة هاي. بستنى لبضع دقائق، يعني حوالي 2-3 دقيقة لغاية ما يتحمر عندي القاع، وبنشوف أعزائي كيف حيبقى شكلها. ببتدي أعزائي هلأ أقلبها على الناحية الثانية. في خطوة حلوة ممكن إذا حبيتوا تعملوها، بالمعلقة بعمل زي تجويف بسيط في داخل كل وحدة بهالطريقة. هحط الجبن الكريمي، نحشيها بالجبن الكريمي، بوزع عليها كمية بسيطة من الجبن الشيدر. خلوني أحطها تحت الشواية ونشوف لما بيدوب الجبن كيف حيبقى شكلها. ما شاء الله الجبن ساح عندي بشكل كتير لطيف والريحة كتير طيبة. أعزائي المشاهدين أتمنى تكون عجبتكم. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.